السلام عليكم ورحمة الله. اليوم معنا شرح لماجنوم اكس بدون روت ولعبة هاكر اف اكس. الأدوات موجودين على الرابط بالقناة، وإن شاء الله تشتغل معكم تمام. بسم الله، أول شيء نروح ملف الأدوات، ثبت معانا الفون جاجا، نعطيه كل أذونات، أول شيء نروح السيتنج، نروح لعلامة الترس، نضغط على كلمة روت، ونعمل enable root، ونعمل restart later. نرجع نروح لكلمة ماجيسك سيتنج، نضغط على انيبل سيتنج، انيبل ماجيسك عفوا، ونعمل ريستارت ناو. تمام، نرجع نتأكد ان الروت مفعل والماجيسك مفعل. اوكي، الحين نروح لنقل ملفات File Transfer، نضغط على كلمة Import،
نروح الفايل root directory نروح الملف matrix node ننسخ الماجسك ولا hide my app list txt تمام نرجع نروح الفايل تكون دائما كل الملفات اللي تحملونها في document. طيب اول شيء ثبت الماجسك راح يطلب منك الصلاحية انه تسمح للفون جاجا يثبت البرامج ونعمل له انستال بعد ما خلصنا تثبيت الماجسك نفتحها ونعمل له انستال هذا راح نروح هنا direct text install recommended ونضغط let's go هنا تمام نضغط على كلمة ريبوت إذا البرنامج ما عمل معك ريبوت ترجع تسكر المرة ترجع تفتح أروح على الماجسك تضغط أوكي نروح على علامة الترس على هذه هذا هو هذا وهذا وهذا اللي يخفي لك الألعاب حتى ما يصير معانا أي مشكلة نعمل نضغط هذه enforce deny list ونرجع الحين نروح هنا امبورت ننسخ الايباكس
نسخ ماجنوم وننسخ الأنتي مانجر وننسخ الزد أرشيف. يعني الزد أرشيف إذا حبيت تنسخه إذا حبيت لا، ونضغط كلمة import. تنتظر لين يثبتوا، طبعا كل شيء يتثبت معانا الحمد لله. نرجع لسه لسه ما تثبت. طيب إذا ما ثبتت معنا البرامج نرجع على فايل ترانسفير ونعيد من جديد. هذا المرة نعمل سيلكت امبورت، يعني بالبرنامج الواحد بس. امبورت سكسسفول. اوكي تمام. الحين نرجع نروح على ملفات الداتا للعبة حتى ننقلها. داتا هذا خاص بالهاتف مو في الناسخ، هذا للهاتف اللي عندك. داتا فتش على كلمة كوم اي اي بوان جي بي دوت اي بي اكس. تعمل لنا نسخ نطلع من هنا ندخل على مدير الملفات نرجع. لازمك تغير اسم الملف، نكتب هنا 01 حتى تعرف الداتا و الداتا والاو بي بي نفس الاسم. لو تحطهم في نفس المكان راح ينشال واحد منهم. نرجع نفس الشيء اندرويد او بي بي وننسخ كلمة وننسخ ملف الاو بي بي ونحطها بنفس المكان. كوبي هير
نرجع لبرنامج فون جاجا النسخ. نروح لنقل الملفات import file directory نروح لملف matrix non-root وننسخ الملفين. import راح ياخذوا وقت شوي عشان ملفات كبيرة. أوقف التصوير وأرجع لكم. طبعا بعد ما خلص الامبورتينج نرجع نروح البرنامج الامتي مانجر نعطيه كل الأذونات لو نعطي grant نطلب root access نروح documents وهنا على الجهة الثانية نروح لكلمة storage emulated 0 documents اسف اندرويد راح الاوبي بي هنا هذا نحذفه نعمل ديليت ملف الأوبي هذا الملف أوبي بي نعمل له نسخ كوبي الملف الداتا اذا تحبوا تنسخوه اذا تحبوا ما تنسخوه عشان احيانا بيعمل معك كراش يعني لو محتاج الداتا انك تحطها وما عمل معك كراش مو مشكلة انا بيعمل معي كراش احيانا مو دايما كانسل نطلع من الامتي مانجر نروح نضغط ضغطة مطولة على الفيكس انفو بيرميشن ونعطيه الصلاحيات الو نرجع نروح الادفانس نعطيه هذا الاثنين هذا display over other apps وموديفي system setting نرجع ورا نروح الماجنوم ضغطة مطولة نعطيه الأذونات storage allow ونرجع
Advance Display of Other Apps هذا أهم شيء نسيته. تروح هنا على علامة الفون جاجا، نروح على السيتينجز، نروح كلمة روت، تروح الروت، وتوقف تفعيل الروت، تعمل له ريستارت ناو. هذا بالنسبة للجزء الأول يعني من التثبيت وكل شيء. نرجع هنا، نروح الفايلز، نضغط على طيب، نروح كلمة نكسس دوكيمنتس، نضغط على هذه، نضغط على كلمة continue، نضغط على install. ونضغط على كلمة done، نطلع نروح الماجيسك، نروح اللوجز، نضغط على علامة الترس، نروح هنا كونفيجر ديناي ليست، نروح هنا بي اكس ليجنز، نضغط عليها وبعدها انفعل. تمام، نرجع ورا، نروح ال hide my apps، نضغط OK، نروح كلمة manage templates، create a blacklist. طيب عندنا هذه map rules edit list. اللي راح تكتبه هنا انا حطيت لك ملف txt، هذا الملف my app txt، تنسخ منه، تضغط عليه وتفتح بلانتي مانجر just once. طيب هذه الكلمات تنسخها، عفوا هذه الكلمات تنسخها هنا، اوكي يعني تعمل لها نسخ، select all copy edit paste
تضغط على عيب. اها طيب اوكي. ما راح تشتغل معنا اذا نسخناها مباشرة، ندخل بالكلمة عنك نتلب. عندنا كلمة SDK root، عندنا كلمة manager، ماجيسك، TWRP، طيب تلقاها هنا العلامة اللي صفر. بعدها rg.lpz.manager. نضغط add ونضغط كلمة اوكي. حين عندنا هذه الليست، حين نروح الإيديت ليست، نضغط على APX Legends، عفوا طيب الاب قبل ما نضيف الماجيسك هنا نرجع نروح الماجيسك، نضغط على الترس، نروح هايد ماجيسك اب، نضغط هنا ونرجع، حط أي كلمة مثلا كلمة ماتريكس، ونضغط أوكي. نضغط هنا اوكي ونضغط عدد اوتوماتيكلي. طيب الحين نطلع ونرجع لبرنامجنا، نروح الايديت ليست، نضغط على كلمة لا عشان ما تفعل، نرجع لكلمة hide my app list، عفوا برنامج hide my app list، manage templates، create a blacklist، edit list، ونرجع نحط كلمات lib
root SDK manager qn mkv ناقصة كلمة ماجيسك و تي دبليو تي تي دبليو ار ماجيسك تي دبليو ار بي عدد تمام. نروح لكلمة اب ليست نضغط على ماتريكس ونضغط على الامتي مانجر نرجع ونسميه هايد ونضغط سيف نرجع هنا select effective apps نضغط على APX legends نضغط enable hide enable hide methods نضغط على selective apps نضغط على APX نضغط على enable hide enable all hide methods وراح هنا templates applied نعمل check على صح لكلمة hide اوكي additional apps visible نختار الماجسك اللي اخفيناه ونرجع ونضغط كلمة save الحين نروح ال APX Good morning, World's Edge. Yesterday's Apex competition was a heck of a lot of fun. Jericho, did you think Wraith's squad would pull out the win? I did, Devin. Wraith's been absolutely crushing it these last few matches. I would not want to face her on this form, let me tell you. Another competition is about to start, and we're hearing the prize has... انتظر لين نحمل الريسورس راح ارجع معاكم طبعا اللعبة قدامكم دخلت بدون اي مشاكل
نسجل دخول الحساب ونرجع. الحين نطلع اللعبة، دخلت معانا تمام. نروح الماجنوم، طريقة التشغيل. نضغط روت، راح يطلب منك الصلاحية تعطيه جراند. ستارت شيت، تمام. نفعل كل التفعيلات، إذا اللعبة عملت معاكم كراش ارجع افتحها، يعني عادي تصير معك احيانا، مو دايما بس احيانا. طيب Good morning World's Edge. Yesterday's Apex competition was a heck of a lot of fun. نروح على free practice play. اروح المجنم، بوت 64 ستارت شيت. طيب تراكن بولت ماريكال فاست ريلود. قدامكم الهاك كله شغال، ان شاء الله يكون الشرح عجبكم وكان سهل. عارف فيه شوية تعقيدات بس تابع الفيديو باذن الله راح يشتغل معك كله تمام.